رحبوا معايا بالدكتور احمد السبكي رئيس هيئه الرعايه الصحيه. منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. ولو تسمحي لي حضرتك قبل ما نبدا طبعا ان احنا بنقدم كل التحيه طبعا والتهاني لكل اهالينا في محافظه جنوب سيناء بمناسبه العيد القومي، وطبعا ذكرى طيبه وذكرى كل مصر بيفخر بيها، ذكرى تحرير طابا احد البقاع الهامه جدا جدا للدوله المصريه. زي ما حضرتك ذكرتي طبعا خطه الدوله في التنميه الشامله في الحقيقه ما سابتش اي قطاع، وكان قطاع الصحه في القلب منها، سواء كان من المبادرات الرئاسيه اللي انطلقت في كل مصر وكان فيها نصيب كبير جدا لاهالي شبه جزيره سيناء، سواء كان في شمال سيناء او في جنوب سيناء. وايضا كانت محافظه جنوب سيناء احد المحافظات المحظوظه بكونها من المحافظات المدرجه بالمرحله الاولى تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل اللي بالفعل انطلقت بشكل تجريبي في هذه المحافظه يمكن من شهر نوفمبر الماضي. طبعا هذه الخطة استهدفت ان احنا نرفع الكفاءة والبنية التحتية لعدد من المستشفيات اللي موجودة هنا في جنوب سيناء. طبعا حوالي 8 او 9 مستشفيات تم رفع كفاءتهم، وعدد من المستشفيات ايضا تم انشائهم في عدد من المراكز اللي موجودة هنا في محافظة جنوب سيناء، بالاضافة الى طبعا تطوير شامل يمكن كان موجود في مستشفى شرم الشيخ الدولي احد المستشفيات الرئيسية في محافظة جنوب سيناء. حتى مستشفى طابة اللي احنا موجودين فيها النهارده شهدت تطوير كبير جدا في البنيه التحتيه واضافه عدد من الاسره وعدد كبير من التخصصات الطبيه. فضلا طبعا عن تسجيل تقريبا 80% من المواطنين في منظومه التامين الصحي الشامل اللي في الحقيقه هتوفر رعايه صحيه كامله وحمايه ماليه ضد الاخطار الصحيه لكل المواطنين في محافظه جنوب سيناء، وبلغت طبعا هذه التغطيه حوالي 80% من اهالي جنوب سيناء. طب 80% يا فندم، امتى هيتم انه يعني يتم تغطيه المواطنين بشكل كامل في جنوب سيناء؟ طبعا عمليات التسجيل هي عمليات مستمره، ويمكن زي ما حضرتك اشرتي هو بالفعل دلوقتي حاليا بيتم تقديم خدمات المنظومه من خلال 8 مستشفيات و24 وحده صحيه موجوده ومتوزعه على النطاق الجغرافي الكامل لمحافظه جنوب سيناء. يمكن الخدمات اللي تم تقديمها لاهالي المحافظه يمكن تعدت حوالي 1 مليون خدمة صحية تم تقديمها لكافة المسجلين على هذه المنظومة، وأيضا خدمات طب الأسرة اللي تم تقديمها يمكن لأول مرة في محافظة جنوب سيناء بتطبيق طبعا الفاميلي هيلث موديل أو نظام طب الأسرة. ده كان له انعكاس كبير جدا جدا على تحسن المؤشرات الصحية هنا في المحافظة، وإجراء عمليات لأول مرة تم إجراءها في محافظة جنوب سيناء طبعا من خلال الأجهزة الطبية والمعدات الطبية اللي تم استحداثها داخل المستشفيات حاليا موجودة في مستشفى شرم الشيخ الدولي وأيضا مستشفى راس سدر وقريبا جدا في مستشفى الطور إن شاء الله. يعني أفهم من حضرتك يا فندم أنه كل الخدمات الطبية خلاص بقت موجودة دلوقتي في جنوب سيناء، ما فيش احتياج أنه المواطن أن هو ينزل القاهرة، بما احنا كنا بنتكلم بنعاني من مركزية الخدمات فيضطر ينزل القاهرة عشان يجري عملية أو يتلقى علاج، ده ما بقاش موجود. يمكن خلينا نقول 94% من الخدمات تحديدا، يعني لأن طبعا في خدمات بتبقى كلفة تقديمها في محافظة زي محافظة جنوب سيناء محافظة ذات كثافة سكانية أقل، وبالتالي كلفة هذه الخدمات بتكون أعلى، ولكن خلينا نقول 94% من الخدمات خدمات نادرة جدا جدا بنحتاج ان احنا نحولها خارج نطاق هذه المحافظة. ويمكن دي طفرة كبيرة جدا لانها خففت عن اهالينا عبء كبير جدا جدا في السفر من المحافظة الى محافظة اخرى لتلقي نوع معين من الخدمات، بالاضافة طبعا لكل الامراض المزمنة بيتم تغطيتها وبيتم علاجها بشكل كامل في كافة ارجاء المحافظة. طيب عدد المستفيدين قد ايه يا فندم من منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الان، والمستهدف قد ايه؟ حتى الان طبعا في حوالي 120 الف مشترك من اهالي المحافظه. طبعا هي المحافظه تعدادها حوالي 168 الف مشترك، وطبعا زي ما قلت لحضرتك عمليات التسجيل مستمره من خلال التوعيه ومن خلال ايضا الحملات اللي احنا بنقوم بيها سواء كان على المستوى المجتمع المدني او على المستوى الاعلامي. وزي ما قلت لحضرتك طبعا في استفاده كبيره جدا جدا للمواطن بمجرد تسجيله، ان هو بيتم ربطه على احد وحدات طب الاسره اللي احنا قلنا عليها ال 24 المنتشره طبعا متوزعه جغرافيا على مستوى المحافظه، بيتم تسجيل المواطن واسرته، وده فرق كبير جدا ما بين التامين الصحي في شكله القديم وفي الشكل الحديث. وفي نفس الوقت بيقدر يصرف كافه الادويه بمجرد تسجيله، وبيقدر يتمتع برعاية صحية ليه ولأسرته ضد أي مرض من الأمراض، سواء كان زي ما قلت لحضرتك في سن أو عمر معين، أو سواء كان هذا المرض بيستلزم مثلا تكلفة عالية. كل هذه التكاليف بيتم تغطيتها بشكل كامل في منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب بالنسبة بقى لرصد الشكاوى والمتابعة بشكل عام، يمكن إحنا
في فترة سابقة كنا بنعاني الحقيقة من المشكلة دي تحديدا، ممكن كنا بنشوف تطوير في قطاع معين، تطوير في هيئة معينة، ولكن بنغفل تماما فكرة المتابعة وفكرة التعامل مع الشكاوى. وحين ده من ضمن النقاط اللي تمت قراءتها في الفترة الأخيرة ومؤخرا حسب استراتيجية الدولة المصرية الحقيقة ومنهجيتها دلوقتي. إزاي بيتم رصد الشكاوى وبتتابعوا كمان آراء المواطنين وكمان مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية ليهم؟ صحيح، يمكن حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا، وهي أيضا أحد النقاط الرئيسية في الفرق ما بين النظام القديم والنظام الحديث اللي احنا حاليا الدولة بتتبناه، وهو وجود إدارة مختصة برضاء المنتفعين. هذه الإدارة مختصة زي ما حضرتك قلتي بقياس مدى رضاء المنتفع عن الخدمة، وفي نفس الوقت لو في أي مقترح لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية بيتم من خلال هذه الإدارة، وبيتم أيضا مراجعة سواء كان المؤشرات الخاصة بجودة الخدمات، وأيضا هذا الأمر بقى مستمر وبيتم رفع هذه المقترحات، ولو في لا قدر الله شكاوى بيتم رفعها على المستوى الأعلى هنا في فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وبيتم التعامل مع هذه المشكلات فورا. طيب بالنسبة للقوافل الطبية اللي بتنظم إلى محافظة جنوب سيناء، ونحن بنتكلم عن قوافل الطبية يعني بنتكلم عن وديان أو بنتكلم عن قرى بعيدة أو القرى الأكثر احتياجا، بيتم تنظيمها بالاتفاق مع وزارة الصحة؟ بيتم تنظيمها على أي أساس حسب احتياجات القرية؟ بيبقى إزاي بيتم دراسة أصلا الوضع عشان نعرف المواطنين هنا محتاجين أدوية إيه أو إيه هنا الأمراض اللي موجودة هنا؟ ده بيحصل إزاي فعلا؟ وطبعا نتيجة طبعا المحافظة لها طبيعة جغرافية مختلفة، وأيضا التركيبة الديموغرافية للمحافظة مختلفة، وبالتالي حتى طريقة تفكيرنا وطريقة تخطيطنا للخدمات الصحية كان مختلف في هذه المحافظة. ويمكن زي ما حضرتك أشرتي، يمكن احنا لأول مرة طبقنا نموذج المستشفى المتنقل كان في محافظة جنوب سيناء، وتم إطلاقها بالفعل وافتتاحها في مؤتمر المناخ. وهذه المستشفى حاليا موجودة في شرم الشيخ وبتتنقل طبقا لمستهدفات الدولة في الأوتريتش بروجرام والمسوح الصحية والحملات الصحية اللي الدولة بتقوم بها باستمرار. أعتقد أيضا وجود فكرة المبادرات الرئاسية وكيفية الوصول من خلال فرق متنقلة والعيادات المتنقلة، وصولها إلى أبعد النقاط وإلى التجمعات البدوية اللي موجودة هنا في محافظة جنوب سيناء، كان له أثر كبير جدا جدا إن احنا نحسس قد إيه للمواطن هنا في جنوب سيناء، قد إيه الدولة مهتمة بيه، قد إيه الدولة يهمها إن هي توصل له في أي مكان، وإن مفيش تحديات، فكرة إن هي اللي توصل له فعلا. صحيح. يعني حتى مش بنقول إن احنا بنأهل المستشفيات عشان أنت تيجي، لا احنا اللي بنحاول. صحيح. كمان نوصل لك. صحيح. هي دي الفكرة الرئيسية اللي من فلسفتها تم الاعتماد على نموذج المستشفى المتنقل والعيادات المتنقلة، وأيضا الفرق الطبية المتنقلة اللي بتجوب كل أرجاء المحافظة وبتصل للمواطن في أبعد الأماكن. خليني أكد على نقطة أيضا، كل المبادرات الرئاسية بتصل لأهالي جنوب سيناء في كل مكان. في الحقيقة المبادرات الرئاسية حققت هنا تغطية كبيرة جدا جدا جدا، وكان في تفاعل كبير جدا من المواطنين مع هذه المبادرات باختلاف أنواع، ابتداء طبعا من فيروس سي وكافة المسوح الصحية اللي تمت، سواء كان الأمراض المزمنة للسكر للسمنة للأطفال تحت السن أو في السن المدرسي، كل هذه المسوح طبعا الأم والجنين، ومبادرات صحة المرأة، كل هذه المبادرات تم إطلاقها وتم تفعيلها في هذه المحافظة، وكانت استجابة المواطنين عالية جدا جدا لها. دي نقطة هائلة الحقيقة، لأنه يمكن من خلال كل هذه الجهود، وزي ما احنا بنتكلم حتى احنا يمكن الدولة اعتمدت سياسة طرق الأبواب بدلا من انها تؤهل كل ما يتعلق يعني بالقطاع، كل ما يتعلق من المنشآت للقطاع الطبي والصحي، لكن مش فكره ان انتوا كمان تيجوا او المواطن يروح ويجدها مؤهله، لكن فكره طرق الابواب ده بيعيد مره اخرى جسور الثقه، يمكن اللي في وقت من الاوقات كنا بنعاني من مشكله منها. واحنا القطاع الصحي بكل تاكيد هو قطاع حيوي. صحيح. ما ينفعش. صحيح. ابدا انه كنا يعني نغفله. صحيح. في أي وقت من الأوقات. أخيراً، أبرز التحديات اللي حضرتك شايفها في محافظة جنوب سيناء تحديداً في القطاع الصحي؟ يمكن طبعاً الاتساع الجغرافي للمحافظة ده أحد التحديات، ولكن إحنا بنتعامل مع هذا التحدي زي ما قلت لحضرتك بالأوتريتش بروجرام أو بالحملات المتنقلة لتقديم
الخدمات. يمكن ايضا يعني زي ما قلت لحضرتك كانت المحافظة لفترات طويلة جدا محرومة من التجهيزات الطبية والتخصصات الطبية نتيجة طبعا بعدها عن القاهرة، ولكن احنا حاليا بنشتغل ان احنا نوفر كافة التخصصات الطبية من خلال هيئة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات وفي ايضا الوحدات الصحية اللي بقت منتشرة في كافة ارجاء المحافظة. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر عن كل هذه الايضاحات الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، نشكرك جزيل الشكر.